اليوم ان شاء الله غادي نقدموا خبيز بالقمح الخالص، شويه فيه ديال الدقيق الابيض الممتاز، وشويه ديال الفينو باش تجمع العجينه، حيت كيشدوا القمح كيبقى ما كيبغيش يتجمع. وهذا الشيء اللي كاين. الله الخير عليكم، شخباركم، لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم وبسلامتكم. اليوم جايين على بركه الله، بغينا نديرو خبيز ديال القمح بلا تغربيل، فيها بالحمره ديالو، دايرين ليه شويه ديال الدقيق وشويه ديال وشويه ديال الفينو، غير شويه شويه، غير نص زلافه نص زلافه باش يتجمع. هنايا عندنا القمح الكامل، ها هو عندنا هنا الخميره سريعه الذوبان، وعندنا هنا مليحه، نشوفوا ديك الساعه ملي نعجنوا نشوفوا العجينه ديالنا كي دايره نزيدوها. هنا شويه ديال نص زلافه ديال الفرص ونص زلافه ديال الفينو. ودابا غادي نبداو على بركه الله. ديما الخميره بعدوها من الملحه. دابا غادي نخلطوا هادشي ديالنا باش يجينا الخليط هو هذاك. ما خلطنا هادو ديالنا الخميره والملحه وداكشي، دابا غادي نديرو ميها. ونخلطوا جربوا تجمعوا العجينه، ما تكونش جاريه في الجميع، حتى تجمعوها عاد بداو تسقيوها. بعد ما جمعنا العجينه ديالنا غنبداو نرشوا زيت شويه زيت ستوب، نرشوا ندخلوا الماء مزيان. غادي نمشيو نخدموها شويه، ندلكوها بقاو نزيدوها الماء حيت باقي ما وصلتش للدرجه اللي بغينا. دابا هي العجينه ديالنا بعد ما دلكناها مزيان، ها هي حطيت باش تشوفوا. دابا غادي نغطيوها ونخليوها تطلق واحد شويه عاد نقرصوها. دابا بعد ما طلعت الخميره العجينه ديالتنا اللي ها هي، شوفوا كي جات غزاله، غادي نبداو دغازيوها. خاصها تكون خفيفة. دابا غادي نبداو كنقطعو خبيزات صغيورين بحال النوبه الاخرى معاك. اللي ما قلتلكمش هي انه ديك النوبه درنا القمح مغربل، دابا درناه بلا تغربيل. ونلولبو الخبيزات ديالنا بحال هكا، لا ماشي بحال هكا، بلاتي نلولبو الخبيزات ديالنا بحال هكا. ونحطوهم فوق شي منيزل باش عاد نبداو كنقرصو. غنديرو ثلاثة عربون تشوفوهم، نمشيو نكملو العمل ديالنا ونتلاقاو. ولا كديرو الماء ولا كتلولبو بالماء، سوف كو القمح خبز القمح اللي كديرو ليه الماء مكيبغيش يتجمع ليكم الخبيزة. ونمشيو على بركة الله على العمل ديالنا، نعاودو نتلاقاو في التكراس إن شاء الله. ها هو الخبز ديالنا بعد ما لولبناه، ها هو
غادي دابا نمشيو نبداو كنقرصو فيه. نبداو باللولة وحنا غاديين نديرو رشيشة ديال القمح غير قليلة. ومادا بيكم جمعو طلو البو بالماء حيت كيجي حسن وما كيجيش عامر ناشف. ها هي الخبيزه ها الاولى عربون، دابا ها هي الثالثه. ها هي الثالثه. درنا تبارك الله خبيز كثير باش يبقى لينا شويه. غادي تسالوا علاش درت لكم ثاني الخبز. هذا الخبز راه ديال باش نعاود لكم نفس الجمله، هذا ديال القمح كامل. هو الخبيز ديالنا وجد، ما كاينش غنقول لكم زوين غزال. ها نتوما فتي وزوين. هذا درناه بالقمح كامل انتم ملاتي نقطع لكم وحيده باش تشوفوها. شوفوا القمح كي كيجي زوين انتم.